رح نركض مشان تصيروا احسن. معنويا لازم نشارك مو بس ماديا، مشان هيك نحن نزلنا اليوم على الشارع لنقول انه نحن معهم، ما يفقدوا الامل انه يضلوا هيك، انه كل شيء بيجيهم خير ويصبروا. قلوبنا كلها معكم ونحن بنحس فيكم شو وبالوجع اللي انتم عم تعيشوا. بالبسمه بنقدر نعمل فرق. رح نركض للبسمه. الله يشفيكم، نحن معكم دائما. لازم يوعوا كل الناس لوضع البسمه وجمعيه اللي كثير عم تشتغل للاطفال. شاركنا بالماراثون مشان نساعد اطفال بسمه. على إيقاع الأمل بحياة أجمل وبصحة أفضل، ومع توليفة الحب والنشاط، بدأ ماراثون بدنا نركض لبسمة لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان من دمشق، وتحديداً من فندق الشيراتون، مروراً بساحة الأمويين ودوار المواساة، وصولاً لطريق الربوة والعودة مجدداً لنقطة البداية بمسير بلغ طوله 4 كيلومتر. كل طفل مصاب بسرطان بحاجة لدعم المجتمع، هذا اللي نحن دائما عم نحاول نوصله للمجتمع، انه كل التبرعات بتفيد هدول الاطفال وانه هن مسؤوليتنا كلنا. هذا هو الهدف من الماراثون، وبس ما لسه موجود. هو رسالة انه نحن شعب غني، شعب ما في عنا انه اي عمل انساني او اي عمل بكله دور بناء في بناء المجتمع، بتلاقي كل افراد المجتمع بسوره من اجل نهضته وبكونوا مشاركين فيه. نعمل كل ما نستطيع، كل ما نستطيع من أجل هؤلاء الأطفال. يعني حدث كتير حلو، ما توقعت أنه يكون ناجح لهالدرجة، وفي عدد كبير من المتشاركين هيك والمتسابقين. لأنه مرض يحارب بالبسمة وبهدف تخفيف الألم أو محاولة زرع بسمة على شفاه الأطفال، بدنا نركض لبسمة هو عنوان الماراثون لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان. من داخل الشيراتون للإخبارية السورية، من عمار.